قيل إن الأمم لا تنهض إلا بطلب العلم، والقراءة هي مفتاح التزود بالعلوم كافة. في حدائق أبي نؤاس وسط العاصمة بغداد، نظم عشرات الشباب مبادرة تطوعية حملت اسم أنا عراقي أنا أقرأ. هدف المبادرة كما يقول منظمو الحفل هو تطوير العلاقة بين القارئ والكتاب. العلاقة التي مرت بفتور واضح بسبب ما عاناه العراق وأهله.. من حروب وأزمات على مدى عقود. في هذا المكان يستقطب الشباب لينهلوا من بحر المعرفة بما يوفره القائمون على هذا المهرجان الذي أكدوا أنه ليس الأول من نوعه. في نسخته السادسة يعتبر حجرة كبيرة في مياه الثقافة العراقية الراكدة وشباب أصروا على إشاعة ثقافة القراءة بالإضافة إلى الفقرات الجميلة والرائعة اللي ضمنها المهرجان واللي رافقها عملية توزيع المطبوعات مجانا هذا المهرجان مؤشر على أن العراق الآن يقف في مقدمة المدن التي تقرأ وبحسب المنظمين فإن مبادرة أنا عراقي أنا أقرأ تقوم على جمع الكتب من المكتبات الكبيرة والمعارض بجانب هدايا من شخصيات نخبوية ومن متبرعين لتهدى إلى القراء مجانا من خلال عرضها هنا مهرجان سنوي ناس تجيب كتب تبرع بي على مود شنو يعني على مود نشر ثقافه وهي فعاليه كلش جميله بحيث انه لين أنا يعني كمجتمع عربي أنا يعني أشوف يعني مشكلتنا أنه ما نقرأ كل مشاكلنا جاي من وراء جهل بالثقافة بالهاي فدائما نشوف الإنسان القارئ إنسان مثقف دائما إنسان متفهم للآخر متسامح ومنذ احتلال العراق عام 2003 تراجع إقبال الشباب على القراءة بشكل غير مسبوق بعد أن غزت العولمة هذا البلد وتفشى الفساد في معظم مرافق الحياه فيه ليصل حال الثقافه الى ان يتحول شارع المتنبي العريق من مصدر رئيسي للتزود بالكتب الى مكب للنفايات